خلينا ناخد تعليق عن مشهد الامس بتكريم السيد الرئيس لشبابنا شباب كره اليد لناشئين ابطال العالم بوسام الرياضه من الطبقه الاولى من ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عصام شوطوط اللي مشرفنا في تايم لايف. اهلا بحاجه يا فندم معانا عبر شاشه تايم سبورتس. اهلا بحضرتك وكل متابعي تايم سبورت. واحده من اهم مكاسبنا في الكان 2019 المونديال اللي قلت لحضرتك ولكل المشاهدين احنا فزنا فيه بكاس عظيم، وهي اراده الدوله صحيح. تتملك كل نجاحات مره اخرى مع منتخبين يشكلوا بالنسبه لنا المستقبل، مش بس فرحه النصر ورفع كاس العالم، كاس عالم دون ان نجلس اللحظات الاخيره. طبعا ندعو الله في كل وقت، لكن اللي هو بالستر يا رب بقى واللحظات ديت، لا، لعبنا الماتش كله على طول موجودين مع المانيا مع الدنمارك مع ايسلندا، قمم كره اليد. في كره القدم لدينا مواهب ومصر تعج بمناجم لكل المواهب زي المعد الخام كده، لكن في كره القدم قد نفرح احيانا، لدينا 7 نجوم افريقيه، لدينا العالميه ومو صلاح، وقد تلد هذه المحروسه وارحام امهاتها الاف المو صلاح، ولكن في كره اليد باتت هويه، اصبحنا في صف الدولي مش زي الدولي مش شبه الدولي. ليه؟ في كره القدم نامل لكن الحلم يصعب انك تبقى في دور الاربعه في كاس العالم، انما مع كره اليد هذا الحلم حقيقه الان على الارض، وحقيقه سيتم تطويرها، خاصه ان في عنواننا مصر الجديده، وانا مصر على عنواننا اللي اتنقلناه، كل نال حقه الطبيعي، ولم يبالغ السيد الرئيس حين اكد ان هذا ما يحلم به مع الشعب لمصر، وليست فكره تكريم من ياتي ببطوله او كذا، تكريم من ياتي بعمل جيد، بعمل رائع، لازم ننتهز الفرص القادمه واستغلال اراده الدوله التي لم تعد تلعب رياضه ولكنها تلعب تجهيز، تؤكد ارادتها، تقدم كل ما هو لوجستي، تقدم كل ما هو يبنى عليه من اجل استثمارات عظيمه، اولا في الصحه العامه للشعب بالرياضه، ثانيا في صناعه ستدور مصانعها، واؤكد لحضرتك ان السنوات الثلاثه القادمه ستكون فاتحه خير، والان كمان مع هذا التكريم زي ما بيعلن انه لن يمر اي عمل رائع دون شكر لصاحبه، لن يمر ايضا او بمعنى ادق اللي كسر كوبايه يدفع ثمنها. اصحوا ايها المتطوعون المتنطعون، مصر الآن لمن يعمل، هذه هي الرسالة واضحة، والحمد لله أنها مع جيل المستقبل، وفي 2021 ستستكمل البداية. لدينا منتخب يا صديقي وزميلي العزيز الآن هو في مصاف الدولية، لدينا تصنيف للكبار نحن 8 العالم، لدينا تصنيف برونزي لجيل 2000، لدينا تصنيف هو الأول على العالم بجدارة جيل 98، ومن ثم اعتقد ان هذا هو ما يبنى عليه. اكيد عايز اخد الجانب الايجابي بشكل عام يا استاذ عصام، يمكن المشهد زي ما احنا شايفينه ابهاره وعظمته في ان يكون الناشئ لسه اللي احنا بنقول عليه ظهور الربيع لهذا الوطن، الاجيال القادمه اللي يمكن كثير كان يبث فيهم عبر السوشيال ميديا عبر قنوات كثيره جدا الطاقه السلبيه ان هناك ليس امل، ان هناك ليس من انجاز. دلوقتي الانجاز اللي بيحصل ده وبالشكل والصوره المبهره دي وكمان تقدير الدوله ليهم فتح الباب في مجالات، مش بس في مجال الرياضي فقط، انا شايف في عده مجالات لكل الشباب اللي عنده انجاز يقدر يعمله هيكرم من الدوله المصريه، واللي عنده انجاز يقدر يرفع بيه علم مصر، اكيد كل الدوله المصريه بتفتح له زراعتها عشان تقدر تساعده وتحقق هذا الانجاز. يا سيدي الفاضل، الشباب لا يصدقوا الا ما هو حقيقي على الارض. صحيح. حين يعني يكون اتصالك برئاسه الجمهوريه، مش هنقول بس بالسيد الرئيس، بكل الاجهزه، هو اتصال مباشر، ان ترفع فكرة، أن ترفع مشروع ويعود إليك الرد أنه تحت البحث ويتم استدعائك لتقديم ما لديك، يا أخي حاجات كنا نحلم أن نراها فتحققت. برضو أقول لك أول ما نقلنا على العنوان الجديد 2013 مصر الجديدة، خش يمين تلاقي نفسك في المحروسة العظيمة دي، محروسة عظمتها في الحقبة اللي احنا فيها أنها الآن في العالمية الحقيقية، ما هواش شبه العالم، وقلت لحضرتك والحمد لله أنها متواكبة مع حوارنا النهاردة ساعة أمم أفريقيا، أن الرئيس أكد حين طلب من الدولة المصرية أن تستضيف المونديال لأنه بثمان منتخبات إضافية، قال مش عايزين نزهة نسخة شبه العالم
عايزين نسخة دولية حقيقية. عشان كده بنقول لمن يجروا الإصلاحات الآن يلا فرصتكم، هاتوا الأوراق العالمية ترجموها بأيدي مصرية ونفذوها، لا وقت لأن تجلس لتفكر أو تؤلف كتاب جديد. الموضوع هو أن نواكب كل ما حولنا من عالمية، وعملنا ده وفازت مصر بمشروعات داخل أفريقيا وعادت لي يعني محيطها العربي، وأعتقد أن جملة مسافة السكة يرددها كل أشقائنا العرب الآن. وبالتالي موقف أهم ما يميزه أنه بين يدي المستقبل كما وعد الرئيس. صحيح. خليني مع بعض كده، ما كنا بنناقش من ضمن مشكلات الرياضة المصرية ان ما كانش فيه دايما معانا محلل نفسي للأداء الخاص للاعبين لرفع الحوافز بتاعتهم، وانه يعمل لهم عملية إعادة حافز مرة أخرى عشان يبقى عنده حافز في البطولة ومنافسة لداخلها. بتهيألي دلوقتي السيد الرئيس عمل ده بأبسط ما يكون في التكريم اللي بيحصل لكل أبطالنا. أي بطل بيتم إنجاز على إيده تكريمه المباشر ده بيخلي الحوافز عند اللعيبة الموجودة دلوقتي على سبيل المثال في دورة الألعاب الأفريقية عنده حافز كبير جدا عشان يقدر يحقق بطولة ويحقق لقب، عشان عارف انه في النهاية هيقدر ويقرم من الدورة المصرية. ما هو دي النسخة الدولية، يعني الرجل ينقل مصر نقلة نوعية في فكرة حقات طبيعية وحق مواطنية. الآن زي ما قلت لحضرتك أنت تحدث عن مواطن مصري في آي بي، مواطن مصري باتت لديه حجوزات أونلاين لمباريات الكرة، بات لديه فان آي دي في ثاني تجربة بعد روسيا الكبيرة لعظمتها، بات لديه أصلا قطع يد من يقترب بها لجيوب المصريين لما اتعملت كل الإجراءات لمنع السوق السوداء، ومنها تايم سبورت اللي قدمت نجوم العالم على شاشتها. واحد يقول لك يعني ايه الجديد؟ لا، الجديد انهم اتوا الى مصر، انهم فضلوا ان يتعاملوا مع الاستثمار المصري او هيئة الاعمال الميدياوية المصرية، فضلوها عن اماكن اخرى ربما الدخل كان اكثر بالنسبة لهم، لكنهم لانهم يأخذون من العلم والخبرات طريق عملوا الاطلاع بتاعهم، رأوا حجم ما يمكن أن يكون مشاهدات، رأوا حجم الانتشار، رأوا حجم المصداقية، وبالتالي اختاروا أن يتواجدوا الكبار اللي جم سواء من القارة أو سبيشال وان زي ما شفناه وكل نجوم العالم. صحيح. رأوا أن وجودهم في الميديا المصرية حين تتحول إلى احترافية كاملة هو مسار هام جدا. الآن ما يمكن أن يكون دور للإعلام هو إلقاء الضوء على السادة الذين يعشقون الفشل واستنفذوا مرات الرسوب. الحقيقة مش عايزين بقى حد يزعلنا تاني أبدا. خلاص، يمكن احنا اتفق معاك، ويمكن ده خدنا هنا في القناة خدته على عاتقها، وكان عندها مش عايز اقول اكتر من ان هي الخطوة الجريئة جدا ان هي تاخد بطولة كأس العالم للناشئين وتصدر الابتسامة والسعادة لكل المصريين بمتابعة البطولة من اول مباراة حتى المباراة النهائية. وده تأكيدا على حضرتك بتقول في الدور اللي اكيد تايم سبورتس بتحاول تقدمه دلوقتي للشعب المصري بالفكر والتخطيط اللي امر بيه السيد الرئيس. بالتأكيد ارجع ليك في حتة نقطة مهمة جدا. اتفضل. ده اللي هيخليني اقول لحضرتك انه كنت سعيد حين رأيت زخم الإعلان بين الشوطي أي مباراة وفي ما يسمى بالبريك في أي وقت. ليه؟ لأن هذا هو دور مجتمعي، الإعلان هو عصب الإعلام، فحبذا لو يطلق نحو إعلام صادق، إعلام وطني، إعلام نابه، إعلام يحترم صيغة المواطنة ويحترم أيضا كل ما يحمل جديد للبلد. لا يمكن أبدا أن نعتمد هذا، بينما الدور المجتمعي كل الشركات الكبرى مصرية كانت أو تعمل أهلا بها على أرض مصر عليها أن توجه جزء إلى القنوات الحقيقية. صحيح. القنوات التي يمكن أن تبث جديد يفيدها هي، لأنه هذا هو حق المجتمع، خاصة أنك ستعلن فوجه جزء من إعلانك نحو ما هو ثمين واترك الغز يعني يأكل نفسه. صم كل مرة بتخش معانا في مداخلة بتضيف لنا الكثير، بتضيف كمان للمتابعين كمان الكثير من الرأي المهم جدا اللي دايما بنحتاجه. بشكر ليك استاذ عصام شلطوط ناقدنا الرياضي الكبير كان معانا عبر الهاتف، والحديث عن المشهد الإيجابي اللي ولا أروع من كده وهو إنجاز وإنجاز شبابنا من أبطال كرة اليد اللي حققوا كأس العالم بمقدار.